لابد أنك تمزح. بالإنجليزي نقول You must be kidding. You must. حرف you ننطقه هنا A. Must. You must. B. Kidding. هنا جاء حرف D بين حرفين متحركين، أي بين two vowels. في النطق الأمريكي سننطقه مثل ما ننطق flap T، أي سننطق حرف D بسرعة. Kidding. اللسان حين يلمس سقف الفم لنطق د عليه التحرك بسرعة. Kidding. Kidding. لاحظوا الفرق، حين نبرز نطق D نقول Kidding، أما حين ننطقه بسرعة نقول Kidding. Kidding. إليكم كلمات أخرى حيث يكون حرف D بين حرفين متحركين. Wedding. Video. Kidding. حرف G لا ننطقه، وحرف N ننطقه من الأنف، فنصدر صوت N ليس N بل N. Kidding. Kidding. You must be kidding. You must be kidding. هذه الجملة يمكن أن نعني بها أشياء مختلفة حين نقولها بنبرة صوت معينة. فحين نكون غاضبين نقول You must be kidding. لابد أنك تمزح. مثلا I'm so sorry. I dropped your favorite vase and it broke into pieces. I'm so sorry. I dropped your favorite. هنا يمكن عدم نطق حرف T وحبس الهواء في الحنجرة. هذا ما يسمى ب stop T. Favorite vase and it broke into pieces. أنا آسف للغاية. لقد أسقطت مزهريتك المفضلة وانكسرت إلى قطع. You must be kidding. لابد أنك تمزح. أو يمكن أن نقولها ونحن نشك في صحة خبر ما. You must be kidding. لابد أنك تمزح. مثلاً They got divorced last week. They got divorced last week. لقد انفصلا الأسبوع الماضي. You must be kidding. لابد أنك تمزح. أو يمكن أن نقولها ونحن متفاجئون. You must be kidding. لابد أنك تمزح. مثلاً Do you know that our neighbor won the lottery? Do you know that our neighbor won the lottery? هل تعلم أن جارنا فاز في اليانصيب؟ You must be kidding. لابد أنك تمزح. You must be kidding. يمكن أن نضيف في نهايتها me. You must be kidding me. بمعنى لابد أنك تمزح معي. ولكي نطرح سؤال هل تمزح؟ نقول Are you kidding? Are you kidding? Are you kidding? أو قد نقول هل تمزح معي؟ Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me? You must be kidding. You must be kidding me. Are you kidding? Are you kidding me? ولتعلم المزيد في اللغة الإنجليزية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا وإلى اللقاء.